لازم تعترف بكل حاجه. انا الفلول نفسه يا بيه. يلا عشان المتعه دلوقتي. يلا عشان اكشن. ايوه دلوقتي يا جماعه هم بيلفوني علشان همطير مع بعض ان شاء الله. لا ان شاء الله لا ما وصلنا بس كفايه كده كفايه يا جماعه كفايه خلاص يعني الرحمه الرحمه واحد اثنين ثلاثه لا 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 يا جماعة ده انا هطير مش هتكلم انا غلطان ان انا وافقت على التجربة دي كفاية بقى يا جماعة ممكن توقفوها عشان خلاص يا وائل يا ديب كفاية ايوه يا شاد ابص وقفها وانا ابص لها خلاص كفايه بقى استنى بص كده بص اوف كفايه خلاص خلاص بجد انا خلاص ما بقتش شايف على فكره خلاص نزلوني بجد عشان خلاص انا دوخت جامد انا دوخت جامد خلاص لا لا وقفوني عشان انا دوخت جامد بجد ايوه احنا بنتكلم على الفيديو احنا بس لازم نفك البتاعه دي عشان تفهم فيديو مين وقفنا دوخت مسار غلط ولا ايه؟ لا لسه احنا مسار غلط؟ سيب بقى لا 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 خليك خليك سيب